واصل النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول كتابه اسمه في سجلات الارقام القياسيه بعد ان سجل في مباراه اتلتيكو مدريد، واصبح هداف ناديه التاريخي في دوري ابطال اوروبا لكره القدم. ورفع صلاح رصيده في المسابقه القاريه مع ليفربول الى 31 هدفا بعدما سجل هدفين في مدريد، ليجتاز رقم القائد السابق ستيفن جيرارد الذي احرز 30 هدفا قبل اعتزاله. وحقق النجم المصري رقما قياسيا مع النادي حيث سجل للمباراة التاسعة على التوالي في كل المسابقات. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم رحيل مدربه ستيف بروس عن منصبه بالتراضي، وكانت خسارة مباراة توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين هي آخر مباراة قادها بروس، فيما كانت هي الأولى للفريق بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي مطلع الشهر الجاري. وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية في الأيام الماضية إلى أن إدارة نيوكاسل الجديدة تخطط للمنافسة مع الأندية الكبيرة، فيما تأتي هذه الخطوات من أجل التغيير والتطوير بعد النتائج الغير جيدة للفريق. ضرب نادي بوهانغ ستيلرز موعدا مع الهلال السعودي في نهائي دوري ابطال اسيا لكره القدم، وذلك بعد فوزه بركلات الترجيح على مواطنه الكوري الجنوبي أولسان هيونداي حامل اللقب في الدور قبل النهائي. وتعادل الفريقان بهدف لهدف في الوقتين الاصلي قبل ان يتفوق بوهانغ بركلات الترجيح. وسيتقابل الهلال مع بوهانغ في النهائي في 23 من شهر نوفمبر القادم في الرياض. وسبق لبوهانغ الكوري الفوز بدوري أبطال آسيا في أعوام 1997 و98 و2009. كيف كانت العاصمة الرياض مساء الأمس أثناء ديربي القرن بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي انتزع فيه الهلال بطاقة التأهل إلى النهائي الآسيوي الكبير؟